قبل ما ابدا المقطع يا حبايب الكل ينزل على التعليقات وعلى الوصف يا حبايب رابط مقطع غيث، الكل يروح يشوفه، مقطع كلش رهيب وكل شيء كلش صدمه راح تنزل بالمستقبل على اليوتيوبر وحقائق مو طبيعيه. بسرعه روح شوفوا المقطع، بس يوصل المقطع هواي مشاهدات يا حبايب راح تبدي الاشياء وعلى اليوتيوبر واشياء كشف حقائق هوايه، فالرابط بالوصف الكل يروح يشوف المقطع. الخبر اول اللي عدنا انيا ركويني وليش هي زعلانه وممكن انه هي تعتزل، فنزلت هذا المقطع يا حبايب على قناتها ولكن المشاهدات كانت نازله، هذا خلاها تنزل شويه ستوريات بهذه الستوريات تقول بيها انه مشاهدات اذا ظلت نازله هي ممكن تعتزل زي اليوتيوب. راح اعطيكم الستوريات تشوفوها ورابط المقاطع يا حبايب شوفوها بالوصف، فجر المقاطع من جد طرف مملكة القصاص تستاهل. بدي احكي لكم انه اذا رح يضل التفاعل هيك انا رح اوقف لانه عم بتعب كثير صراحه، فاذا التفاعل رح يضل هيك انا فعلا رح اوقف. نازله على الفاتح ونازله اصور فيديوهين من فيديو واحد، بس انا خايفه اني اصور فيديوهين وانزلهم واخر شيء ما استفاد شيء، فما بدي افوت بهي المرحله ابدا لأنه إذا فت فيها فعلاً ما عاد أنزل شيء. يا جماعة بعرف إنه في تقصير مني كان، وبعرف إنه هذا الشيء رح يقلل التفاعل، بس كمان بدي أسألكم أنا قبل كنت غيبي كثير، من أيمت كان التفاعل يجينا لهالدرجة؟ من أيمت؟ بعرف إنه في أغلاط مني، بس كمان أنتم بدي إياكم تساعدوني وتوقفوا جنبي هالفترة، يعني ما أنكم تتركوني لحالي، عرفتوا؟ بدي منكم دعمكم القوي لحتى نقدر نطلع أنا وياكم سوا. ننتقل حاليا يا حبايب النورمال وتنزيله برومو برنامج الجديد اللي راح ينزل اليوم على رمضان يا حبايب، راح تكون اول حلقه ويا لانا عباره عن تحديات واسئله واللي يخسر يتعاقب اتوقع باكل، اليوم راح تنزل الحلقه الاولى يا حبايب على الساعه بالتسعة، فاكتبوا بالكومنتات هل انتم متحمسين لها وهل راح يعجبكم او لا. بالنسبه لقمر طاي يا حبايب فنزلت هذا الستوري كاتبه بي اذا متت ممكن يكون السبب حبوب مال تطويل الشعر لان طعمها طيب، طبعا الله يبعد عن قلبها يا رب، اكتبوا بالكومنتات شو رايكم يا حبايب. بالاضافه لقمر طاي نزلت هذا الستوري تحمس متابعيها انه بعد باكر راح ينزل مقطع كلش رهيب راح تحطكم ستوريات. شوف بالمناسبه بعد بكره شوفي او شنو اكو زوزي، شنو اكو بعد بكره؟ فيديو يوتيوب. اكو باكر اكو فيديو يوتيوب كلش حلو فكم. وبالختام على القمر يا حبايب شيء كلش صادم عنها واللي هو انه شالت الفولو عن رايدر وطتها بلوك، ولكن رايدر ما انطها بلوك والدليل انه اللايكات مالته بعدها موجوده، صراحه شيء كلش غريب رغم انه رايدر هو اصلا اتوقع انطى بلوك النورمال على مودها، فاكتبوا بالكومنتات شو رايكم. وبالختام على الخبر الصادم يا حبايب اللي هو موفلوكس نزل هذا الستوري انه هو راح يتزوج ويا زوجته، ونزل مقطع على القناه الاجنبيه بهذا المقطع يا حبايب يعلن بيه انه هو فعليا تزوج ويوضح للناس ويقول انه هو سوى حفله صغيره لاهله والاقاربه، طبعا اغلب المتابعين ما صدقين الموضوع وتوقعون الموضوع عباره عن كذبه ابريل مو اكثر، ما ادري الصراحه ولكن اكتبوا بالكومنتات شو رايكم، هل توقعون هالسبب اللي مخلي نارين بيوتي هذه الفتره ما تحكي وياه؟ بالاضافه يا حبايب امه صارت تقول انا كلش فرحانه بهذا الزواج واختها تقول انا كلش فرحانه، فما ادري الصراحه اكتبوا بالكومنتات شو رايكم، بس اللي وصلت المقطع فجر خطاب لايكات. أنا كوفيز زي ما قلت ميكس القصص، أحبكم، مع السلامة.